تعرف ابو الوليد؟ اه وانا ولد صغير بقيت كثير اموت في افلام الكرتون، احبها كثير. وانا مثلك كنت ابيع الكرتون. اكثر اشي بقيت احب هذا نقار الخشب ابو النقر ودي بيكر. وانا زيك بس انا كنت سراق خشب. مشان هيك طلعت لوح مثل ابني فؤاد. وانت طلعت شكبي وعدي. اجمد. ما شاء الله عليك يا ام فؤاد، بعد ما راحت حماتك محلوه وراجع صبيه. يي 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 ام سلافه، الله لا يعيدها من ايام، بتصدقي من يوم الروس والشرشات لهسه ايدينا اصلاط. والله كبرت عزها، هذا غير الزن والنكود والبرم في الذان. ابو فؤاد بقى بده يطلقني مرتين. والله والاولاد اخرى. علي هذه فيروز مش عارفه تدرس، فريد اكتئبه بده يشرح على الجامعه، كان ايش بده يسوي؟ صواني هريسه وبيعك قدام المدارس، ولا القروط الصغير هذا الكزعه مشو بيلعب كره قدم. يا حبيبتي بطل دفاع، صار هسه يشتغل هجوم. تنهار وينكل اخبار شو كانت ستو وشو سوت ستو وشو كانت ستو وشو سوت ستو. أما فؤاد الحمد لله البغي هذا الكبير ما تأثرش من الموضوع، بس الحمد لله الله يسهل عليها، غمي وانزاحت الله يسهل عليها. الحمد لله ارتحتي. دخلك هلأ أبو فؤاد شو عم يساوي؟ وينه؟ خبر عزه قاعد في الدار وعنده هذا الضبع الزنخ أبو الوليد التشنجي. كان ليش أبو الوليد بيحب يتابع سبيس تون على التلفزيون؟ على هالشكل كل وقته قاعد عم ياكل تونة وبصل. وبعدين تعي لقلك هذا غلوجي. ها غلوجي؟ قصدك مغلونجي؟ هي مغلونجي، وبس مغلونجي كبر عزه بيبيع محلبات فاسدة، بيبيع دخان مهرب. تعرفيه بفتشر أبلغ عنه. كبر تلفوني. هذا فريد. يما شو انت وين؟ انا انت خالتك بسلافة. شو قول شو بدك؟ شو كبرت عزاك؟ انتخابات يا حبيبي منور ابو فؤاد.